الملعب، شوف اللقطة الماضية وشوف اللعبة الماضية والكرة اللي طالت وقت. يا سلام كرات بيانيتش بتعدي من إريك، والآن ميلوني بيعدي من إريك، والآن كوامي يقف وإريك. يا الله الله، هذا اللي أقوله، المدافع اللي يبني الهجمة. حلم هذا وأمل آخر، ننتظر نتأمل بأن نستمتع بمباراة تكون مثيرة ما بين الفريقين. كرة تعود له. He's posing a threat. Ryan Mendes. الحاني أول تقدم لخالد، الكرة أمامية كايو وعثمان كامارا ويخلص كوامي. كوامي إلى خارج الملعب، كوامي تماس مع سقوط، ترجع الكرة مرة ثانية لكايو مع كوامي، خلصها كوامي. كوامي خسروا بطولتين لكنهم لا يزالون يتمسكون بالأمل. يحيى الغزاني والمساحة، كوامي والتغطية، يحيى يضغط كرتاب. الله 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 الله، من جانب كوامي بهدوء بثقة. اللاعب ماركوس فينيسيوس في الطرف الايسر، محاولة المرور لكن كرة بعد ذلك مقطوعة لمصلحة فريق العين. بندر الاحبابي، نعم سيطرة لفريق العين لكن محاولات ايضا بتألق حارس. الوقت المحتسب بدل الضايع، كوامي يرسل كرة ممتازة خطيرة، تستمر المواجهة، كرة توصل الى الامام، خطيرة امامية، فرصة يرمي لكوكا. Ball up in the air, anywhere will do at the moment for Alain. Yeah, it's fallen nicely for Labakodjo! The حكم بدو شخصية قوية، نعم في أرضية الملعب لكن هنا الكرة الآن لمصلحة فريق الشارقة مع تانيني، المطالبة بخطأ. يا إما نادي العين يزود غلة أهدافه يا إما الفريق البطايح. أكتوبر المصري بالأمس يحضرون لهذه القمة ولهذا الكلاسيكو. الكرة تتحول الآن من جديد في مكان عرضية، تعود الكرة الرأسية، عمر خريبين. الكرة من كوامي الآن، كوامي عالية عرضية، كرة رأسية بيس البطولة لكن ما زالت الأمور بدري، ما زال هنا متسع من الوقت وما زال هنا لمصلحة فريق الشارجة. وصلت إلى كايو، الله على المرور لكن حكم بالنسبة لصالح نادي العين.
على طول اماميه واجي القدم الخارجي تاني يا ولد ظابطين مع بعض ظبط كويس قوي تمشي على طول الكره تاني كام سيطر حافظ حاول لكن غالبيه كرات تنافسي يريد اخوان بيتسي التي يريد الوصل لكن الله على كوامي كوامي يحاول البطاح العوده للمباراه سيكو بابا لكن ايضا برافو كوامي اللي قرب تصل الى اريك اريك يبعد عن كره عرضيه هي عرضيه عاليه بالراس والمتابعه والكره بتضيع ومساعد حكم ما فيديو احمد البارسي كره واحد محمد احمد يوسف كره بتعود الان بلاسيوس مره اخرى تاني على طول عن طريق كوامي كوامي اماميه طويله عاليه ممتازه ناحيه جوناتيكو ابدا ولا بذكرياته ولا بالتأكيد بمبارياته السابقة اللي حضر فيها الكثير من النتائج الكبيرة والتي يريد أن يحقق على جوناتان أبرز اللاعبين المتواجدين في تشكيلة العين في دكة البدلاء والآن ماتياس كشف هو 98 لما بدأ العين يحط آسيا نصب عينيه والعين كان الفريق المرعب على الكرة الآن ملعوبة لكايو رحيل له السلامة أيضا نعزي السيد رامون دياز مدرب نادي النصر السابق على الحاجة المولة على العنابي منتظرا لكنه يأتي الكرة تصل في الجهة اليمنى في مكان الأمام تأتي مرة أخرى بهذه الصورة كرة بترجع طويلة وعالية في مكان من كوامي استلام وترجع الثاني أقل إثارة في شوط المباراة الأول كوامي ليفندر الأحبابي اللي كانت فيها السبعة كانت رقما كبيرا ورقما صعبا 7 مقابل لا شيء